ويسعدنا أن نجدد الترحيب بالدكتورة تمارا برو من الضاحية الجنوبية الباحثة في القانون الدولي. دكتورة تمارا أرحب بك، وأريد أن تعلقي على ما حدث اليوم وأنت من الضاحية الجنوبية وهذه المشاهد التي رصدتها عدسة القاهرة الإخبارية من حجم خراب ودمار، كيف تصفيها؟ يعني هذا ليس شيء غريب على إسرائيل أن تقوم باستهداف القادة العسكريين دون مراعاة للمدنيين الموجودين أو القريبين من المنطقة. يعني في ظرف أربع منذ بدء الحرب على العدوان الإسرائيلي على لبنان هناك مئات الشهداء من الأطفال والنساء والجرحى، آلاف الجرحى. تقوم إسرائيل باستهداف المدنيين والطواقم الطبية، الأطفال، النساء، غير مبالية بالقوانين والاتفاقيات الدولية كما في قطاع غزة. ما تقوم به إسرائيل يعني هو ارتكاب المجازر والضغط على بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية للرضوخ لشروطها التي وضعتها بإبعاد حزب الله عن إلى ما وراء نهر الليطاني وفصل جبهة غزة عن فصل جبهة شمال فلسطين المحتلة عن جبهة غزة، وهو ما يرفضه حزب الله منذ بداية طوفان الأقصى. تجري اليوم يعني أيضا شهدنا خلال الفترة الأخيرة تصعيدا مكثفا من قبل الكيان الصهيوني ضد حزب الله عبر تفجيرات البيجر واللاسلكي واغتيال القادة العسكريين الكبار والقادة من الرضوان، بالإضافة إلى الغارات الكثيفة على جنوب لبنان وعلى شرق لبنان واستهداف المدنيين، وذلك بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية. يعني نتنياهو يريد أن يظهر أنه حقق إنجازا في الجبهة الشمالية بعد أن فشل في تحقيق أي من الإنجازات المعلنة التي يقول أنه يريد تحقيقها في قطاع غزة عبر القضاء على حركة حماس أو يعني استعادة الرهائن، وهو فشل في في تحقيق هذه الإنجازات التي يدعي أنه يريد تحقيقها، وبالتالي لجأ إلى جبهة الشمال واغتيال القادة العسكريين من حزب الله، وهو توعد بأنه يريد إرجاع المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولكننا نرى أن ما قام به هو بالعكس، هو تزايد أعداد اللاجئين من المستوطنين، هروب المئات منهم، تعطيل العمل في شمال فلسطين المحتلة، وهو ما قال عنه السيد حسن نصر الله في أحد خطاباته بأن العسكري يعني التدخل العسكري سوف يؤدي إلى مزيد من تهجير المستوطنين في شمال فلسطين ولن يؤدي إلى أي نتيجة محتملة. نعم صحيح، وضحت الفكرة. أشكرك دكتورة تمارا برو الباحثة في القانون الدولي، كنت معنا من الضاحية الجنوبية.